بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، هذا اليوم الحقيقة بارد جدا، لكن خرجت من المنزل باتجاه الحديقة، لفت انتباهي محل خضار فيه، خلينا نقول خضار الفصول الأربعة، فيه الخس، فيه الخيار، فيه الطماطم، فيه خضار شتوية، فيه خضار صيفية خريفية، يعني سبحان الله. طبعا دعوني أوضح أمر، هناك لبس. الطبيب أو المعالج ينصح المريض دائما باستخدام الخضار، يقول له كل خضار. فالإنسان يعني مو كل الناس عندها علوم بهذا المجال، فيأتي فيجمع من هذه الخضار، يعمل منها سلطة ويأكل، ولا يعلم أنه يدخل إلى جسمه بدل الصحة مرض. هذه الخضار الصيفية الموجودة الآن عندما تدخل الجسم تدخل بشكل سام للخلايا السليمة وتنشئ الخلايا الخبيثة. لماذا؟ لأكثر من سبب، سأذكر بعضها. أولا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأحسن كل شيء خلقه، سواء الخضار، سواء الحيوان، سواء الطبيعة، كل شيء مخلوق بميزان قدره الله عز وجل للبشرية. فإن خضار صيفية، طماطم، خيار، بطيخ إلى آخره، تتلائم مع فصل الصيف، مع جسم الإنسان، مع داخل الإنسان. الصيف الجو حار جدا، يحتاج إلى تبريد. هذه الخضار باردة، طبعها بارد، فعندما نأكل الخضار الصيفية في وقتها الجسم يتلائم مع الخارج، يتلائم مع الحرارة، فتلطف عنده جسمه وصح عنده جسمه، وبنفس الوقت تكون صحة له. في الشتاء العكس يا أخوان، الجو بارد جدا، هناك خضار الله سبحانه وتعالى خلقها شتوية، مثل الجرجير، مثل الرشاد، مثل الفجل وغيره. هذه الخضار طبعها حار، عندما يأكلها الإنسان تتلائم مع الجو الخارجي، فيرتاح الإنسان وتكون صحة لجسمه. عندما نأكل الخضار الصيفية في الشتاء، هنا المصيبة يا أخوة، الجو بارد وهي باردة، فكيف تتلائم؟ تكون الحقيقة عاقبة صحية مرضية كبيرة على الإنسان. دعوني أيضا أذكر سبب آخر. هذه الخضار يا أخوان لا تنبت بشكل طبيعي، هي تنبت عن طريق البيوت البلاستيكية. هاي البيوت البلاستيكية مغطاة، وهناك فيها تدفئة مركزية. هذه أنا اشتغلت بيها، يعني مو كعمل، اشتغلت بيها مع يعني زملائي لي مهندسين وكذا. يعني أحد الأخوة المهندسين عنده بيت بلاستيكي، دخلت عنده فكان زارع الكوسة والطماطم والخيار في غير وقتها، طبعا في الشتاء، فوجدت يعني يرش مبيدات احنا نعرفها، يعني درس الزراعة، مبيدات من أقوى المبيدات القاتلة حتى للإنسان، أكثر من مبيد يخلط. فقلت له والرائحة قاتلة، وأعرف النوع، يعني أعرف نوع المبيد. قلت له يا أخي ما هذا؟ قال هاي، لاحظ، شوفني الحشرات المتواجدة، وحشرات لم أرها بحياتي بصراحة، حشرات مخلوقة جديدة تناسب البيت البلاستيكي.
قال هاي أنا أرش الصبح بهذه المبيدات فتموت هذه الحشرات، والمساء تخلق حشرات جديدة مشابهة وتختلف عنها، فأضطر إلى مبيد آخر أرش حتى تموت تلك الحشرات، حتى تعيش النبتة والثمرة تظهر بالشكل الذي تراه كي نبيعه للناس. فاللي عنده علم بمجال الزراعة يا أخوان، هذه المبيدات لوحدها، لا أقول إنه البارد والحار إلى آخره، هذه المبيدات لوحدها كافية لخلق السرطان في الجسم. هي تدخل في أنسجة النبات نفسه، يعني أنت لو جيت كما يوصل بعض الخبراء أنه أغسل الطماطم والخيار بالخل والصابون وأعرف شنو النوب ونظفه تماما وكله، وهذه الطريقة صحيحة يعني مشان تعقيم خارجي، لكن المبيدات هي موجودة في أنسجة الثمرة، يعني عندما تأكل الثمرة أنت تأكل المبيد نفسه مع الثمرة. لذلك نصيحتي يا أخوان، نصيحتي في سبيل الله، أن لا يقرب أحد منكم الخضار إلا في وقتها. خضار الصيفية كلها صحة، خضار الشتوية كلها صحة، لا تخلط خس وما خس بالشتاء، هذا جريمة، جريمة على صحتك. والبديل موجود، ما في داعي له الأكل هذا، ما له ضرورة نهائيا، انت عم تدمر صحتك. هذا أمر. الأمر الآخر خلاني أتطرق إلى موضوع الغذاء، ولو أطلت عليكم لكن إن شاء الله في فائدة من كلامي. يا أخوان، كل شيء مرتبط ببعضه. أن الزيوت التي تسمى زيت عباد الشمس أو زيت الصويا أو زيوت أخرى ما أعرف يسمونها، والله يا أخوان هاي من الزيوت، والله هي والسمن النباتي هي تعمل في المصانع، وأنا لا أقول هذا الكلام عشوائي، إنما من متخصصين يعملون في هذا المجال، وأذكر منهم العالم الجليل رحمه الله الحفار، هذا عالم كبير كان هو رئيس المجال هذا في الشرق الأوسط. قال يا أخوان، والله بالحرف أذكرها على التلفزيون، قال يا أخوان والله السمن النباتي اللي عم تستخدمونه ما يمثل النبات بالصلة، والله عم نستخرجه من البترول ومن أشياء أخرى لا أريد أن أجرح مشاعركم فيها، يعني من المخلفات ولا أريد أن أذكر التسميات القاسية. فالبديل يا أخوان هو زيت الزيتون والسمن البلدي البقري. البعض يقول أنه ممكن يكون غالي، أقول لا، هو الأرخص. حاربوا زيت الزيتون، حاربوا السمن البقري، يعمل كوليسترول السمن البقري، يعمل شحوم، يعمل، والله كذب، والله هو مزيل للشحوم، هو مزيل للكوليسترول، هو ملين لشرايين القلب، وهذه عن تجربة وعن حقيقة علمية وظهرت البحوث من الغرب وليس منا. زيت الزيتون أيضا منعوا عن الناس أنه فيه دهون، والحقيقة هو أطلق عليه مؤخرا هو مكنسة الكوليسترول أو الدهون، والحقيقة الكوليسترول أيضا في حديث، يعني لا يوجد أصلا شيء اسمه كوليسترول ضار، هو الضرر في الدهون الثلاثية التي تتجمع في الشرايين، وسببها هذه الزيوت والمقالي بهذه الزيوت والأكل الجاهز وإلى آخره. لكن زيت الزيتون يا أخواني أنا شخصيا أستخدمه في القلي، وآكل أي شيء مقلي منه ولا ضرر، بالعكس مفيد وينهضم بسرعة. أقلي فيه أي نبات، أي نبات، الزهرة أو البطاطا أو أي الكبة، أي شغلة يعني أريد أشتهيها أقليها بزيت الزيتون، كلها صحة.
وزيت الزيتون يقلى فيه علميا 8 مرات ولا يتأكسد، 8 مرات ولا يتأكسد، ولذلك أصبح اقتصاديا أوفر من زيت عباد الشمس وغيره من الزيوت. الأكل الجاهز أو الدجاج، خليني أحصرها بالدجاج اللي متداول أكثر شيء يعني عند الناس، هذا الدجاج الأبيض يا أخواني، هذا والله أكثر من سم، هذا مهرمن، هذا يعطونه غذاء هرموني، تشوفونه يكبر بسرعة، ابن أسبوع يصير كأنه عمره سنة. هذا عباية هرمونات، هذا يبيد أنزيمات الكبد، هذا يتلف الكبد، يتلف الخلايا، يصنع السكر، يصنع الضغط، مصيبة هذا. يعني الدجاج البلدي الطبيعي ممتاز جدا، قد يكون أغلى في السعر قليلا، ولكن لو اقتصدنا فيه بدل ما نطبخ دجاجة نطبخ نص دجاجة، 3/4 الدجاجة، نوفر يعني نوفر العملية اقتصادية، تطعم نفسك وأولادك شيء صحي. طبعا الهمبرجر والأشياء الأخرى والله كثيرة، والبيبسي والعصائر والكذا، حديث ممل وطويل، لازم الإنسان يكون عنده على الأقل يعني ثقافة صحية، يحافظ على صحته وصحة أولاده. يعني حرام من الله أنه يعني الألاقي الآن شاب أو رجل بعمر 40 تنظر ليه وكأنه عمره 80 سنة، ليش؟ من الأكل. يعني أنت جرب أقلي بطاطا أو زهرة أو غيرها بزيت الزيتون وكلها، شوف حالك يعني بعد ساعة شو يصير معك، ما يضل شيء، ينهضم. جرب أقليها بزيت عباد الشمس أو زيت المتداول هذا، شوفها تثقل على معدتك يوم ما تتخلص منها كامل. السبب في الزيت، لأنه يتأكسد ويعمل السرطانات ويعمل البلاوي اللي إحنا عايشينها يا أخوان صحيا. هذه نصيحتي، أسأل الله أن يشفي كل مريض، وأسأل الله أن يبعدكم يا أخوان عن هذه الثقافات المستوردة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.